صررته بتنصيب الدكتور سمير بوسويتا عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بساس، ونعول على سمير بوسويتا يعني بتطوير الكلية. وكذلك أريد أن أشكر العميد السابق محمد بوكبوض على كل ما قدمه من عمل من أجل هذه الكلية. وبالطبع الأستاذ سمير بوسويتا يعمل في فريق يعني متناسق ومتناجم مع العمداء الآخرين والمديرين الآخرين في جامعة سيدي محمد بن عبد الله، والعمل خلي يكون عمل فريق لكي ننهض جميعا بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، وتطور الجامعة في المجالات العديدة، في مجال التكوين بالطبع، التكوين الجامعي، وكذا البحث العلمي الذي نحول عليه كثيرا للارتقاء بالجامعة، وكذلك حكامة هالجامعة اللي نطلب من الله أننا نكون في حسن ظن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لتكون جامعة متميزة ومتطورة على الصعيد الوطني والدولي. شكرا لكم.